مرحبا بكم ناس الكل السوبر التونسي اللي جمع بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي. مبروك للترجي اللي ربح في البينالتيات بعد مباراة ما شفناش فيها برشا كورة، وحظ أوفر للنادي الصفاقسي اليوم اللي ضيع فرصة باش يهز السوبر هذايا، السوبر هذايا اللي يرجع الموسم 2018-2019 بما أنه ما تلعبش، وموسم السنة بتباع الترجي هز البطولة ونستناه شكون يهز الكوب باش يتلعب السوبر الجاي. كما قلنا مبروك للترجي اللي ينزادلها كأس في الخزينة متاعها المليانة بالألقاب، مبروك عليها. ومرة أخرى حظ أوفر للنادي الصفاقسي اللي جاته فرصة كبيرة برشا باش يهز بطولة ويفرح بها الجماهير متاعه. دونك الفيديو متاع اليوم باش نحكيه على المباراة متاع اليوم، باش نحلوها اللي ما فيهاش صراحة برشا كورة برشا معناها لعب، ما شفناش لعب فرجوي رغم القيمة متاع الفريقين، رغم القيمة متاع الملاعبية اللي تلعب. بل ما نمشيو نحكيو على المباراة هذه، كان وصلك الفيديو ما تنساش باش تعمل جيم وابوني وتبارتاج الفيديو باش توصل لاصحابك، وما تنساش تنزل على النخوص باش اول من هبط الفيديو يجيك اول باول. اول حاجه تجلب الانتباه في المباراه هذه هي الحاجه اللي استنسنا نشوفها في الكوره نتاعنا، اللي ما فماش كوره، معناها كلمه واحده ما فماش برشا كوره، ما فماش برشا لعب، ما فماش معناها برشا مراوغات برشا اهداف. اليوم مباراه 0-0، مشينا للبينالتيات، معناها نتصوركم كيف تبداو تفرجوا في المباراه، تبداو قلقين، تبداو تستناو فيها وقتاش توفى، معناها شيء بهت حاجه بيزار، فلوس محطوطه ملعبيه معناها مش خايبين، وفي الاخر ما تشوفش كورة، تسمع كان كلمة نجسو في النبض، تسمع كان كلمة مباراة تكتيكية. في تونس كلمة مباراة تكتيكية نقصدوا بها مباراة ما فيهاش كورة، رغم لي أنه التكتيك في الكورة هو كل شيء، كي تلعب بلوك مؤخر وتلعب على الكونتر فما آليات تلعب بها الكونتر، كي تعمل البريسينج فما آليات، وما تعملش البريسينج بتاع الهمجية وتخلي الخطوط بعيدة على بعضها، كيف كي معناها كي تعمل لاتاك بلاسي وتدور كورة بين أكثر نومبر بتاع جوارات، ومن بعد تقلب الريتم في الفامات الأخرى، هذايا كلها التكتيك. كيف نحكيو على التنشيط الهجومي اللي ما شفناش اليوم، معناها في زوز فرق مع حاجه بيزار، ميتون لول كره واقفه كل دقيقتين كره واقفه، مع الاربيتر اليوم معناها ما قصرش باش يزيد يكسر اللعب اكثر واكثر. شفنا معناها الترجي خاصه في العشرة دقائق الاولى حبت هي تدور شويه كره، ومن بعد الكره رجعت للسي اس اس وقعدت كره منا لنا، ماناش فاهمين اللاعبيه، معناها كثافه عدديه في الوسط من غير حتى تمركز صحيح، معناها شفنا برشا ديشي تكنيك، برشا اغريسيفيتي زايد على اللزوم. كي نحكيو على الاغريسيفيتي معناها اللي ديما قال شنو اللاعب التونسي يمتاز بالاغريسيفيتي، صحيح فما منه الشيء هذا، اما اللاعب التونسي يستعمل الاغريسيفيتي نتاعو بحكم نقص في الفنيات نتاعو. اللاعب التونسي تشوف برشا اخطاء وبرشا مخالفات، بما انه كي يجي يفك الكره يوصل مؤخر، اللاعب التونسي كي يجي معناها يحاول كيفاش يفك لك الكره بنظافه، يعفص لك على ساقك ولا يعمل لك تاكل، وحتى ينجم يتسبب لك في مخالفه ولا اصابه كبيره. دونك اللاعب التونسي لازم يخدم على روحه اكثر، خاصه من الكوتي تكنيك، معناها اليوم معناها ما شفناش ملاعبيه قراب لبعضها، ما شفناش ملاعبيه تتحرك، راهو نحكي من الزوز فرق، ملاعبي كي ياخذ كره يعطي باس يقعد فيكس في البلاصه اللي هو فيها. دونك التبرير الوحيد النجم نلقاوه علاش فما معناها برشا كره واقفه بالطبيعه مع التصفير نتاع الاربيتر اللي اليوم كان خارج الموضوع بالنسبه لي، ويلزم خاصه تصير رسك للاربيتراج. اليوم نشوفوا الملاعبيه ما تحركش لبعضها، ما تخلقش الحلول لبعضها، ما فماش دي دوبلومون، ما فماش لي زاريير تطلع، الخطوط متباعده على بعضها كلك سوا من نادي الصفاقسي ولا الترجي الرياضي التونسي، لي دوز اتاكون معناها بعاد، الخطوط بعيده، يلوحوا في الكوره ويطولوا في الكوره ويطيشوا في الكوره لي زاتاكون، معناها حتى كي يطيشوا له كوره ليني معناها بتاع الميليو ولا بتاع ديفونس ما تبعش باش البلوك يكون كومباكت يبدا قريب لبعض، ما شفناش لي ديفياسيون تاع الاتاكون هذا كان وصلت لهم، معناها الكوره خشونه زايده على اللزوم، معناها فما ساعات ملاعبيه كالخشونه اللي معناها تنجم تضر كما قلنا وتنجم تسبب في اصابات كبيره. اربيتر اي كونتاكت يحسوا اي معناها تو لعبه نتاع رسول الله، لعبه نتاع فيزيك نتاع بدن لاصق لبدن، اي كونتاكت يصير خاصه كي يبدا المدافع وياخذ كره وراه المهاجم، اول كونتاكت يصير المدافع يرمي روحه، الاربيتر يزفر ويعطيه فوت وكره مكسره منه، كره مكسره منه. اليوم الاربيتر وقف اللعبه كما يحب، كسر اللعب
كيما قلنا الفوتات اللي ما يلزمهاش تتزفر زفرها، وفما خاصه اللقطه اللي وراها برشا كلام دقيقه 66 اللي هو الانجاجمون نتاع المدافع نتاع النادي رياضي صفاقسي على بن ساحة وقت اللي قدم الساق نتاعو والركبه نتاعو، بينالتي واضحه ما زفرهاش، دونك فوت واضحه قدام عينيه كان نجم يزفرها. دونك في الشان هذه نقولوا كان الحقيقه. في الميتون الثاني نوعا ما زوز فرق خاصه في اخر الميتون الثاني شفناهم معناها يمكن حبوا يلوجوا على البونت واللي يقتل به مباراة ويتوج به، شفنا الزوز معناها فرق ولاو حلوا اللعب اكثر ولاو شويه ليزاريير تطلع ولاو اللاعبيه يتحركوا اكثر، معناها شفنا نفس الاجريسيفيتي انا نشوفوا فيها في زوز فرق اليوم. ما شفناش كلمه لاعبيه لا تعمل الدريبل البيركوسيون تحاول معناها تسفز المدافعين باش تجيب معناها الاخطاء. بون جاوا لي باليريتي ما عرفوش كيفاش يستغلوهم، باش كلمه لاعبي كل معناها اللي فنتي كل يفسخ جوار اليوم الهوني مثلا من الترجي ما شفناش معناها المراوغات كبيره برشا واستغل معناها المهارات نتاعو كيف كيف، معناها ليزيليه اليوم تاع النادي رياضي صفاقسي ما عملوش الحاجه اللي لازمهم يقوموا بها، خاصه اليوم من النادي رياضي صفاقسي ما شفناش فرص، ما شفنا حتى فرصة عكس ترجي رياضي تونسي اللي في الميتون لو شفنا زوز فرص من بالريتي، واحدة معناها من الخنيسي بالراس ينحاها اليوم الجول بتاع نادي رياضي صفاقسي. دحمان اليوم اللي تألق ورغم الخسارة بتاع نادي صفاقسي هو اليوم رجل المباراة، ينحي كيف كيف بالريتي كفرون ديريكت معناها بن ساحة اليوم قدم مباراة معناها خير مباريات اللي قدم فيهم، كيف كيف كوامي اليوم شفنا فيه حاجة معناها بالنسبة للترجي تفرح شوية. بالنسبة لنادي رياضي صفاقسي ما شفناش أسلوب لعب واضح، يمكن أكثر لعبت على البلوك مؤخرا تلعب على الكونتر مع فما زادة بريسينج القدام، ساعات شفنا في البريسينج فما شوية همجية، شفنا كيفاش الليني ديفونسيف يقعد واقف في بلوك كامل يطلع شطر البلوك تصير قعرة، الترجي ما عرفش تستغل الفرص هذه وجابت معناها دو باليرتي كما قلنا في الميتون لول للترجي ما ماركتش منهم وجابت منهم معناها فرص خطيرة. كرة تونس هذيك هي كرة تونس، يقول لك الكرة في العالم في الدنيا في الكون 70% من الأهداف دي باليرتي، في تونس يمكن الأهداف كلها معناها 90% من الاهداف دي بالاريتي كره واقفه على خاطر سهل ياسر كورتنا ديما واقفه، كورتنا ما فماش دو باس ورا بعضهم تروا باس ورا بعضهم، ما شفناش شكل معناها الملاعب اللي يجري بال 30 متر هو يجري بالكره، الملاعب اللي يدخل بالانتيريور بدا عنده معناها الشوفي قويه برشا ويشوط الكره كيف كيف. اليوم فما التغيير نتاع معين الشعباني في الدقيقه 90 يدخل لك الميموني معناها تقش عليه يتمنك على الجوار كيف كيف، بالنسبه لبنزرتي جوز ملاعبيه في اخر دقائق دونك ما عندك ما تعمل بهم حتى شيء، وكيف كيف بالنسبه للشعباني يدخل مره اخرى بن حموده ما يحطوش معناها بونت ما يحطوش اتاكون راس حربه، يحطوا ايلي على اليمين ينحي فيه المهارات كل يقتلوا بلغه الكره لخنيسي الى متى لخنيسي تخش عليه معناها رزق الوالد في الاتاك معناها ديما هو ديما هو تيتولير باللي يعمل باللي يكون باللي ياخذ فرص، معناها لخنيسي كان جاي ملاعب اخر بالنومبر بتاع فرص اللي خذاهم بالطون جو بالليزونترنور اللي ديما معناها يعطيوه فرصه بالكونفوكاسيون ليك ناسيونال، راهو تطور اكثر واكثر من هكاك لخنيسي جوار حسب رايي حبوا يصنعوا منه اتاكون كبير اما ما وصلش الحاجة اللي هما حبوا يوصلوا فيها على خاطر سهله برشا الامكانيات الفنيه محدوده ويمكن زاد فما الخدمه مش قاعد يخدم برشا، دونك اليوم بن حموده يمكن كان يدخلوا بكري اكثر من الوقت اللي دخلوا فيه كان النجم ينفع اكثر، دونك هذه معناها المباراه نتاع اليوم صراحه في كلمه واحده مباراه تتحجب مباراه تتقلق، معناها نحكيو على كاس السوبر هذه معناها في نطاق الفلكه معناها حتى كاس ماء كاس تاي كاس بوزه ما تجيش معناها خاطر ما شفناش كوره ما شفناش حتى شيء حاجه عندها علاقه بالكوره، شفنا كان معناها عباد محظبه على الكوره عباد طيش في كوره ولا فنيات ولا اهداف ولا حتى تمريرات صحيحه ولا حتى كنترول صحيح، هذه كورتنا لازمنا نقبلوها لازمنا نخدموا على رواحنا باش نحسنوا فيها وان شاء الله القادم خير. دونك هذا هو الفيديو نتاع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم، نشوفكم في فيديوهات جايه، نقول لكم بالسلامه.